نفى الجيش الإيراني فرضية وجود عمل إجرامي أسفر عن حادث تحطم المروحية التي أودى بحياة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي مع 7 من المسؤولين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا. وأعلن تقرير أولي صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنه لم تتم ملاحظة أطار رصاص أو ما شابه ذلك في باقي مكونات المروحية المنكوبة، بالإضافة إلى أن النيران اشتعلت في المروحية بعد حادث الاصطدام، مضيفا أنه لم تتم ملاحظة أي محتوى مثير للشبهة خلال الاتصالات بين برج المراقبة وطاقم الطائرة. Ne yapacağız? Kalışan kiraftı herhalde.